والسلام عليكم، مرحبا مرة ثانية في حلقة جديدة وقصة مفيدة يجوبها الجو النقي. الحين بنبدأ بسوي بقريد شوي حق أفران. أنا هنا عندي مشكلة أفران الصراحة، هالأفران حس خلاص ما يصير بدلها في نفسه. ما ليش أوكي سوري، هذا مش البقريد، كان هاي اللي تحت بسوي لهم ابجريد. انا جبت العيد، خلنا نسرع الانتاج هني لان هني زين عندي المكان بس يبغى الانتاج فقط لا غير. يعني وضع كله محتاج شوي زيادة انتاج. المرة الماضية سوينا البحث العلمي الجديد وسوينا الطاقة النووية وسوينا وايد امور وسوينا قواعد وهجمنا عليهم حق وناسه. كنت قاعد مع الشباب في تيم سبيك وهجمت عليهم، كنت قاعد اجهز شوي شغلات. طبعا الشغلات اللي نجهزها هني على اساس ان ننتج لحظة شو ناقص هني، ناقصنا الكتريك فيرنس اجين انه نقص الفيرنس، لان هني ما عندي بلاستيك كفاية وعندي مشكلة في هاي المحطة اني قاعد استنزفها يعني بشكل جنوني، استنزفها وخلاص. بس هني شو ناقص؟ هني مو بناقص شيء. السؤال الذي يطرح نفسه انا ليش عندي موتورز هني؟ اوكي لان هني فل. ممتاز عرفت الجواب. ابا شوي لوجيستيك روبوتس، انا لحظه ابا شوي لوجيستيك روبوتس. كان عندي خطه مده المكان بس شوي المكان انا حشرت عمري الصراحه، مش شوي وايد حشرت عمري. ف اذا بسوي اي امتداد هني بيستوي صعب جدا، لكن ابغى ازيد انتاج الالكتريك سايل. خلنا ننزل روبوتات اللي عندكم ساكتين، هاي اذا في مشاكل في شيء يروحون يصلحون. ناس طيبة الصراحة، ناس طيبة قوي. هاي ما عندهم ريبيركت، ريبيركت يبغى له اثنين. هاي لحظة هني ما بسوي افران، هني اسرا ما بسوي افران، فخلنا نشله هني ونبدأ نسوي ريبير كت. زوين ما عندي شيء يا جماعة تصدقون، يعني دايما صار عندي موارد ناقصة بشكل دايم، يعني بشكل مزعج بشكل مزعج. استو عندي صدق، استو عندي الموارد دوم ناقصة 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 ناقصة. يبغى الكتريك سيركت بعد الحبيب. انزين يبغى الكتريك سيركت. انا هذا مش مكان صحيح حق اصلا. والالكتريك سيركت هنا احسن ما يكفي، خلنا نزيد انتاج الالكتريك سيركت. لحظة لازم زيادة في الانتاجية، خفيف خفيف ولا كيف بنسوي شيء اصلا؟ كله زيد انتاجية زيد انتاجية زيد انتاجية. هذا الخط بعد سيدة جاي عندي، فشو بسوي؟ نشوف. ما انا ما تعلمت اني ما احطي اي شيء مفروض قبل لا اخلص اموري. اول شيء احط الشوارع المفروض، يعني احط الشوارع احط الدنيا قبل ما احط باقي الشغلات المفروض. بالنسبة لهذا
هذا اصلا مكبره لازم اعدله. ليش؟ لانه هني انا بسوي شو امتداد صح، فلازم اعدل الامتداد. الحين الخطة كانت نمتد للجنوب، زين بس مو مشكلة. هذا بيلعوزني شكله. زين هذا هو. اسكت. ممكن ممكن اني اسوي الموارد بطريقة ثانية شوي. انا بخبركم الحين ليش، لان الطريقة العادية ما تنفع. اوكي ليش ما تنفع؟ لان انا بحط من هذيل تد وغيره و ازيد منهم. فاللي ابغى اسويه هو كالتالي، تجيب هذا هني، تجيب هذا هني، وتمتد الطريقة هاي، تجيب 1 2 3 ممكن نحط الرابع، بس لا مش ممكن بعد. نبا بيب، نبا اللي هو هذا بعد. بيبات شي لابد من هدوم، هدوم الواحد يحتاج بيبات. ما وايدم البيب والمترات وهالامور. عقبها نخلص الامتداد الصغير هذا، بروح وين؟ بروح جنوب. ممكن احتاج فراغ ثاني، فالفراغ ثاني مش مشكلة. يعني سوي الطريقة هاي اوكي، سوي طريقة ثانية افضل. هذا اليسار زين، هذا مرة فراغ واحد. ليش اخلي اول شي اشوف شو يصنع؟ هسه بشوف ادق ار و اشوف شو بيسوي، شو بيسوي، شو اسمه. حتى ممكن اسوي بالطريقة هاي، برد من ورا. ليش الامور يباله واحد بس؟ واحد ونمد لبيب على اساس شو يعطي انتاج هنا. واحد يطلع الانتاج، ما تحتاج اكثر. اشو يشيل بالضبط؟ ما نبى اكثر صح؟ لا ما نبى اكثر. مرة انتهى الموضوع. من وين بوي طويلة؟ كهربا. هذا بوي طويلة. لين هذي تم يسوي موتورات. الله كريم، انت مش وقتك تسوي موتور اذا نقصني بيشل من عندك. لكن
المشكلة الحين هناك استوى أكثر من هني في الإنتاج، واللي هو شيء مش جيد. ليش مو جيد؟ لأن نحن نبغى على الأقل عدد متساوي، نبغى سنة خط إنتاج هني، يعني نروم واحد هني واحد اثنين وأنا مرتاح يعني. ويت هذا واحد، هذا اثنين، وعندنا وان تو مثلا قلنا، بعدين قسمه صح؟ بينقصني شيء صح؟ لا مو بينقص، تعرفون ليش شو بنسوي؟ هذا واحد، خلينا نجرب الخطة هاي، الخطة دبلوماسية، نجرب هذا هني، وهذا نقطع اللاين نسوي قبل، وهذا لا ما نقطع سوري، نجيب هاللاين هذا نسوي هاي، شوف ايش مو منه فايدة اللي سويته صح؟ هل وصل ما منها داعي؟ خلنا نسوي اول واحد، اول ارم بتشل من ورا، ثاني ارم بتشل من هني، الارم الثالثة بتحطي وين؟ هني. طبعا هذا بيكون somewhere around here، هذا بنحطه فيه، بيشل من هني وخلاص. هذا سوي بالطريقة هاي، شوي صعب شوي صعب، انا حاشر كل شي في الزاوية، نجيب هني موتور، نجيب كهرب، بعد واحد نبه، بس الواحد لازم يكون مكان نفس هذا الشي، ليش؟ على اساس ما خرب شغل العالم. ونيب هني، في كهرباء هني صوب ثاني، حلو ممتاز. ونشل الستيل، ونشل الستيل، حط انتاج هني، وانت تشوف موتر، الله اكبر. الحين الموتر كم يبغى له وقت انتاج؟ 10، والثاني 10، خلاص 5 هني، 3 4، 7 هني، يبغى لي 2 غير. اهم شي شغال عن الاويل، لانه هذا مصير يتفول، هذا مصير يتفول. انا عندي بوديات كم؟ 10 روبوتس، كونستراكشن روبوتس، اوكي. نرجع لصديقنا الالكترونيك سيركت، صرنا عدلنا شيء الحين، وايد مهم ترى هالشيء، وايد مهم اللي سوينا، وايد مهم، انها وايد بفرقان البحث العلمي، وايد اللي انا هذا بستكشف الحين كيف نسويه، ما بهذا. انا اللي اباه ليزر تور تو سبيد، الحين بنسير. انا ما ادري حق الدبابه، الحين احاول اتذكر وين الدبابه، ودايما لسبب ما مضيع وين الدبابه، وين الدبابه اقدر اسوي له ريبروديوس هذا، يزدب يورانيوم،
يعني ممكن اشل واحد من هايل، متى بطلع برا على حسب حلو، خلي الخط يخلص وين يعني عندنا مبنى خلاص حلو ما شاء الله. في 40 شل 40 اقهني انزين. ايش نبغى نسوي؟ نبغى نشل هذا، نبدل الانتاج هذا لمنو الى هذا حلو. بس هاي يسوي ريبروديوس يورانيوم اوكي، بس بس انا اوريدي فل من هذا يعني. اخر شيء اظني انا بحتاج اسوي هذا، مو مشكلة مو مشكلة. اقول لك بنيب من هذا، نطلع القديم اللي فيه، ولا بنطلع القديم اللي فيه كله مثلا حلو يطلع ومرتاح زين. وشو بنسوي؟ دخل هذا هني، منتج من القديم، حطيه في اللاين مرة ثانية هني. كل خمسة ينتج واحد، ينتج ثلاثة حلوين. بس هاي كمية كبيرة ترى وايد، وهذا ما قاعد ينتج يعني، هذا ما قاعد ينحصره، بس بيكفينا فترة وايد ترى يعني، مش شوي كفينا وايد، ما اظن بينقص علينا. اتطور نستكشف بعدين، اصلا مكان غلط جدا حق النيوكلير هذا، بعدين بنحصل مشاكل ثانية. ليش عندي مشاكل ستيل؟ معقولة هاي اللي ما قام يكفون انتاج الستيل؟ هاي المشكلة اذا هاي اللي ما يكفون. نحتاج ستيل هنا هنا ولا حق الموتور زي الحين. طلع هاي خلي ينتجون شوي، بس لازم اعالج مشكلة الستيل هنا. بس اكثر من هذا ستيل بعد كرد انتاج عالي يعني. زين الالكتريك اوفن كم مساحة ياخذ؟ انسى زمانك يا حبيبي، ضخم. شغالة نايل اوكي. عندنا مشكلة ثانية في البلاستيك هني، فشو ابغى اسوي؟ هنا هنا الالكتريك سيركت من تحت، بس اللي تحت ما بيكفي كل حد ترى. اوف يا زحمة الموتورات اللي هني. زحمة موتورات عاد شو ناقص؟ اسمبلي ماشين موتورز عاد شو ما عندكم؟ الكتريك فيرنس اوكي. انا ممكن اوقف الكتريك موتور لين اخر الدنيا الحين يا حبيبي. انا سعاد المشكلة الغلط شكلي زين. برد كيميكال بلانت هنا واحد اوكي، رد الثاني لحظة. زين اني ما شليت الماي من فوق زين. هاي حول هبي اويل لشو؟ يبا ماي ماي من هني يبا. ممتاز يورين امو ما با بلو الدمج ابا. لا استعمل شغلات ما بستعملها، خلنا نستعمل
هاي لا الموديلز انا ليش مو مسوينهم يا جماعة؟ الحلقات الحين قامت تستوي ترى، شوي نضطر اني اشتغل غير ما اسجل، شوي اضطر اشتغل وقت التسجيل، فانتو شوفوا تبوني اطلع هالامور بعد من التسجيل ونطلعها عادي، ما عندي مشاكل ترى باذن الله. انا شليت الفحم هاي تماما. زين اظني هذا ما يباله اصلا مصنع ثاني، يباله الوضع هالمصنع يحصل ضغط زيادة. ف اللي لازم نسويه انا بخبركم الحين، لان نحن شو محتاجين، انا مش في اللوجيستكس تين هنا اللوجيستكس تين صح؟ لا هني مش في اللوجيستكس تين، زين الاخضر شو معناه عيل؟ وين اقدر امتد؟ خلنا نسوي هنا اللوجيستكس تين في نص القاعدة، ما مش في اللوجيستكس تين، شو المسخرة هاي؟ عم بكلام الصراحة. زين هذا هني البترول في الارخ، هلا برايي ما بعرف الحين نبى مي، اوكي اظن انتاجه بيتسرع الحين، بس هذا حل المشكلة، حل نظيف قدر الامكان يعني، لانه لازم يكون في التشين، لازم واحد مشبك مع العالم يعني. شو واقف هني ومش قادر احصل سامون، شو خلي المفروض وين ما امشي انا احصل سامون. زين يا جماعة خلنا نروح جنوب ونشوف الامتداد الجنوبي، لان هني الحديد قام يستوي عنا فقر، فبسوي محطة قطار هني وسملتنج ستيشن اللي هو ما بسوي بالطريقة هاي، بس القطار بسوي هني، لان انا دمرت القاعدة هني مال الاعداء. اذا شفتوا حلقة التفجير الممتعة اللي استمتعنا فيها لاخر لحظة، بس اشوف اثار جثث هني، شو السالفة؟ في قاعدة ثانية، خلنا نهجم عليها لان هاي القاعدين على شو اصلا، في يورانيوم هني، اذا في بترول هني قريب بعد ممتاز. وين الهجوم؟ فوق الحين واحد يعني يمشي من اول قاعدة لين اخرها ياخذ وقت طويل طويل. وقته ما يخلص اقام انت تشوفه، لان حصل هذا دمرتهم هني، دمرت قاعدتهم اللي هني، شو السالفة؟ انا لو احصل دبابتي بس ما اعرف وين بركنت الدبابة بصراحة، دبابة ما اعرف وين لقيتها. زين هاي السالفة، وين دبابة؟
اوكي ما اعرف وين دب ابجي ثانية الصراحة، ف بس اسير يجيب لي قنابل خلنا استمتع شوي في الهجوم اللي على الجنوب. يمكن حصل عندهم موارد على فكرة، في احتمال اروح هناك نحصل موارد بعد. اذا حصلنا موارد زين. الحين انا بقى حد يجيب لي حديد يعني. اصلا المنطقة اللي فوق لان ابغى احد امد حديد هني زين، وابخ الحديد هذا في التشين، لان هذا الحديد اصلا في التشين مالي اصلا موجود، اروم اضيفه على التشين هذا. ممكن ابخه من هني اسوي له فيد واسوي له اسملتنك، او حتى اسوي له اسملتنك تحت واشيل هاي الافران كامل، هاي الكامل امسح المنطقه من الافران، اسوي منطقه اسملتنك تحت. بس ما بنسوي نفس الاوليه، شو بسوي؟ خلينا نروح اول شيء، خلينا نروح. ليش دائما اني مستوي هجوم عندي استوي الليل؟ تعلم اهجم في النهار. هاي دبابتي شل القنابل ونروح. انا متأكد هجمت عليهم ونظفت القاعدة من المعتدين. اشوفهم موجودين. خلنا نسوي ما مدانس. في قاعدة صغيرة هناك. ليش ما يرش؟ وين سلاحي؟ افا ما عندي رصاص. لحظة خلنا نرجع البيس ويدمر هاي. اوه عندهم حديد بعد. ما عندي رصاص يا جماعة، نسيت تماما موضوع الرصاص. هاي انا هاي طلع في نص الغابة اللي هجموا عليه من الصبح، من ثم يوقفون. ونقول سالفتهم ويوقفون اخياس. خلنا نزيد احب هاي. الصبح برشم مش قادر اقول شو السالفة. في عندي تورتس دليزر، تورتس عندي تورتس اهم شي. اصلا هالمنطقة لازم يا الله قاموا كيف يستون. قوة ابروك ترانشر يا جماعة. شو السالفة؟ اوكي سنايب سوال. مشكلة الرشاش مش وايد عملي في الحالة هاي. لازم مكيتهم كايت 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 ويه هني واخذهم على شو؟ على غدر. ترى تطلعون كمية زيادة فما يفرق. يعني اذا ما دمر هذا انتم مو يردون يطلعون 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 يطلعون. مش وقت الوتو سيف صح؟ يلا خلنا ندمر 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 ندمر. والله يبالي روكت لانشر يا جماعة. الرشاش وايد قوي، بس شو مشكلته؟ يضرب سنجل تارجت ولا تراقو.
ايوه في يورانيوم هني في دنيا. مرحبا مرحبا، حصلنا يورانيوم. شو بعد نحصل؟ الحديد غير، بس الحديد ما يكفي شي ترى، ما ينفعنا، ما يكفيني الحديد. بس البلوشن واصل لكل مكان ترى، لازم ادمر هاي، لان البلوشن اذا وصل بيشتم وايد اقوياء. البلوشن يقويهم بشكل مش طبيعي، بس كيف اسوي؟ ابغى اسوي لحظة اكسبلوسف، اكسبلوسف شي بوده. بيون يصلحونه. حلو، بس اكسبلوسيف شي بوله. كيميكال بلانتن اعرف، ومي وفحم وسلفر، يعني يبقى هذا عنده فحم، سهل اني بلا ماي صح. وين الماي؟ لا مش سهل، هذا سهل، هذاك مش سهل. لا لا تعال تعال، not easy. شو داخل هذا؟ رصاص. تعال عندي روكت لانشر، بس ابغى اسوي روكت الحين. روكت سنتي زيها طول يعني. عيل شغالين والله، مو مقصرين. زين انا ما بخرب التشين هني، شو بسوي؟ لان اصلا انا عندي هذا في غاز، حط كيميكال بلانت. الغاز شو موجود؟ حلو، والفحم وين هذا هو؟ يعني اذا حط بيبي هني، هني بيبي هني. زين في سلفر، والماي هذا هو موجود. نسوي اخر شي بننتج على الخرش، اسمه يا جماعة اكسبلوسف. بس ما له ترى، شي يستاهل اكسبلوسف، شي وايد يستاهل. يعني بنبدأ نسوي صواريخ منه ان شاء الله. الحين لازم نسوي ترى، لازم صواريخ، لان ما قام مقزر الوضع بأي قنابل وياهم ضدهم. محتاج شي قو، افتك منهم خياس. زين مكان سيء هذا، حطي فيه جدا جدا سيء، بيختلط على طول البترول ولا هذا. شوف، لا اوكي ما خرب الحين. زين ويبغاله فحم صح. انسرتر، نبغى فحم وكهرباء، ونبغى واحد يطلعه يودي كيميكال بلانت الثاني اللي هو شو محتاج عشان يسوي اكسبلوسيف؟ ماي وفحم بعد. ده بنحطيه هني في، عندي صناديق، صندوق ارم ثاني يشيل الصندوق. ما عندي اغراض، ما عندي ارمز اصلا، بسير وسرق.
من زمان ما سرقت من لاين هني أرس وبلتس، اشتقت اني اسرق اللاين هذاك صراحة. في وايد امور الحين لو انا ارجع بسويها بشكل مختلف شوي، مو بسويها بنفس الطريقة الصراحة. يعني وايد امور برد اغير ترتيبها الصراحة، بس اتس اوكي. انا احس انه عادي يعني، مش مشكلة وايد زين. انا ليش عندي لوجيستيك ما يوصل عندي هني؟ صح ما يوصل هني؟ لا اللوجيستيك والله وايد مفيد، يبولي سامان يوفر علينا وقت وايد، حتى في كشرح كهذا ك فنان هذا بيشل فيه ما بيشل. سوي اكسبلوسيف يا صديقي، تبغى ماي؟ ماي حل بسيط. شو راح نسوي هني؟ لوجيستيك. الحين اقدر اسوي هذا اساس ما يختلط الماي بالشو والاكسبلوسيف، نروم نطلع على اللاين ونوديه داخل المصنع. ها مكان خطير الصراحة، ما يتحمل اخطاء وايد. اذا استوت عندي اخطاء هني بيكلفني متفجرات الوضع. والمتفجرات نحطيهن هني في وين؟ في صندوق لوجستيك. ليش؟ لن يبغاهن، انا بايبون اللي عندي الصراحة، ما ابغى. حلو، على الأقل وأنا في المنطقة هني بيبولي يعني شيء. بس المشكلة مش هني، المشكلة شو بسوي؟ لازم نسوي صندوق لوجيستيك ونجيب هذا لين داخل المنطقة. شو لوجستية تابع لحد لوجستي هني، ونجيب صندوق مخليه شوف مدخل لوجستي وين توصل هني. اوكي حط الصندوق هني، اصلا في كل الاحوال بحتاج متكهربة، فخلي مكانه اساس ما اشيل شي في الشنطة. بس سامان في الشنطة بس ما في الكفاية عندي سامان. فبطلب منهم اكسبلوسيف دايما، كل ما ادخل ابغى اكسبلوسيف. امية الاكسبلوسيف مش 50 ابو 100. الاكسبلوسيف شو بسوي فيه؟ اها صواريخ اكسبلوسيف كانوا نشل. نبغى روكت لانشر بعد صح؟ انا عندي روكت لانشر. انزين عندي روكت لانشر، روكت كانون شل. يا هذا مال دبابة. سوري خلنا نشوف شو يسوي، وين يوصل. ندق عليه تست. اوه شكله فنان، لا شكله الصراحة مضبوط مضبوط من الاخر، شكله من الاخر. بدل ما اطلب متفجرات خلنا نسوي روكت كم من واحد حق الروكت مالنا. بدل ما سمت في الشيء بال هذا بلاستيك بار، بعد بلاستيك
لا يا زين، يبغى له بلاستيك، أموره طيبة. إذا موضوع بلاستيك، إحنا عندنا إنتاج بلاستيك، بس هذا نبه هني نشوفه داخل المنطقة اللوجستية. زين، نحطه هني ونحط طيلة أرم هني، ونبقى كهرباء أصلا. ليش بدنا محتاج كهرباء الحين؟ موضوع بلاستيك، أمور طيبة. وين سبريتر؟ عندي سبريتر، هاي ثلاثة عندي بعد. زين، نبه هني، وين يتسووهو؟ سوى في العادي شكله ستيل بار. يباري ها ستيل بار هني، مكان شوي صعب الصراحة يعني على ستيل بار، مو صدق يعني كان صعب شوي على انتج ستيل بار. نبغى ستيل بار. ليش مش نفس الايرون؟ يريحنا من العذاب. ستيل بار هم بيبهني. ستيل بار، وين طلع ستيل بار يا جماعة؟ أنا أخبركم، حط سبلتر هني. زين، نجيب شو هذا من هني. زين، خلي هذا محطة إنتاج منو، أو لحظة بس يعبون شنطة سامان من الصبح. حلو، لهالسبب قاعد أسوي شو اسمه، وأنا مرتاح ترى. نبغى فرن، هذا كله حق الصواريخ، إنتاج صواريخ الحين. الحلقة هاي استوت ولا بوتشون، إنتاج صواريخ. حلو، لحظة، أنا عندي هاي استعملها خلاص. ليش عقل سرعنا الإنتاج هناك؟ هني مش محتاج أسرع إنتاج شي أنا. خلنا نشوف هاي، استعملها دام عندنا يان، استعملها بدل ما عقلنا هني تحت. خلنا نشيل الفضة، المنطقة بحتاج على الأغلب. زين، وني بعمدان شو كهربا تغطينا كهربا اللي نحتاجها حق شو انتاج الستيل. وني بخط هذا الخط، شو موضوعه؟ إنتاج الصواريخ. حلو، الحين ايش كل لعبتنا الحين؟ الجيم هذا إنتاج منو؟ صواريخ. طبعا لازم اقص هذا من هني واطلع سبليتر ثاني. اجين ابغى سبليتر بعد، هي ابغى سبليتر، محتاج سبليتر. نجيب بمنو، نجيب صديقنا هذا. نشيل من فوق، لحظة نشيل من فوق شو الحديد الأولي، تراها بسيطة مش قضية يعني. اوكي،
ونبدأ ننتج منه ستيل. طبعا انتاج هني اوفر يعني مو بنحتاج كل انتاج، بس استوى عنا تحت يعني جنوب غرب صار عندنا شو انتاج ستيل. اذا في اي سبب من الاسباب احتاجنا ستيل هني موجود عندنا الحين. عندنا يمين زاوية اليمين، وهني يعني عندنا اماكن حلوة للانتاج. اعرف ما بنحتاج هذا كله، لكن اذا احتاجنا خط الحين انتاج موجود. وبنحتاج من هاي الثلاثة اقول زين هاي الثلاثة ايش سالفتهم. بنحط نحن قسمين بننتج هني بعدنا في المنطقة اللوجستية. حلو، شو نحتاج اكسبلوسيف نودي لفوق، مو مشكلة. زين اكسبلوسيف اصلا بني بمع هذا خلاص. وين اندر جراوند بلت بكل بساطة كنا العيد بس. حاليا اظن انها فكرة ممتازة ننتج مهني مهني ننتج واحد ثلاث ون ارم ون ارم ون ارم. طبعا تعرفون الحسبة خلاص هي تعودنا عليها نحن خلال السلسلة يعني، ما يبغى اقول لكم كيف الحسبة. بعد هني صديقي هذا شيء انتج لنا صواريخ. طبعا انا شو بسوي، بسوي اني كنت داخل المنطقة اللوجستية كلها. انتج لنا شو بغني مو بسركت اكسبلوسيف كانون شل، اكسبلوسيف كانون شل، اكسبلوسيف كانون شل. ابا يسوي هني كمية كم صندوق اللوجستي واحد اثنين ثلاث. صندوق اللوجستي هني يكون ما يطول في الانتاج، ما يطول. لو انا بقعد منتجه هذا ما بخلص لين باكر. طبعا بما ان هاي الحالة انا ما بحتاج من هذا. حلو، انا بحتاج يبولي شو اكسبلوسيف جاهزات اللي هو كم بيكون ابو اكسبلوسيف 200. حلوين بدل ما يعورون راسي ابو اكسبلوسيف وقاعد اسوي. سوينا على طول شو وخلاص، ومنها نستهلك عندهم وايد انتاج بلاستيك الصراحة، وما قاعد احس اني قاعد استفيد منه بشكل صحيح. هذا انتاج الصواريخ. اخر شيء سويت حلقة انتاج صواريخ، ان شاء الله في الحلقه الجايه بكمل الانتاج شيء مفيد. انا اراكم الى حلقه جديده.